منتصف الليل مشاهدينا الكرام من قناة الموريتانية نشرة الأخبار الأخيرة نستهلها معكم لإبراز العناوين. تقديرا للسياسة الزراعية لبلادنا، وزيرة الزراعة تتسلم بلندن جائزة الشخصية الاقتصادية العربية لسنة 2017. انطلاق مشروع توسعة وتأهيل وعصرنة مدينة بيكا ضمن برنامج توسعة وعصرنة المدن في الداخل. نواكشوط تحتضن ورشة لإطلاق مشروع دعم وتعزيز لجوء العمال ضحايا الظلم إلى محاكم الشغل. حياكم الله، أهلا بكم إلى التفاصيل. تسلمت وزيرة الزراعة مؤخرا بلندن جائزة الشخصية الاقتصادية العربية للعام 2017، حيث تم اختيارها من بين 10 مرشحين من العالم العربي. ويشكل فوز بلادنا بهذه الجائزة تقديرا للسياسة الوطنية في تحقيق التنمية وبشكل خاص في قطاع الزراعة. من بين 10 مترشحين من العالم العربي والإسلامي لجائزة الشخصية العربية الاقتصادية لسنة 2017، أحرزت وزيرة الزراعة السيدة لمينة منت القطب المهمة الفوز بهذه الجائزة. جائزة تم إنشاؤها عام 2016 من أجل مكافأة التميز في مختلف الميادين ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بإشراف من نخبة من الخبراء ذوي الكفاءات العالية والاختصاصات المختلفة وفق معايير تتسم بشفافية والنزاهة والحياد. أشكر اللجنة العليا والأمانة العامة لجائزة أفضل عرض على تنظيم هذه الجائزة التي ستساهم لا محالة في تحفيز العمل العربي من أجل النهوض بالهمم العربية نحو التقدم والرقي. وأشكرهم لمنحي هذه الجائزة التي هي وسام أفتخر به، وكذلك لاختيارهم لي لأكون من بين كوكبة متميزة من عالمنا العربي لها إنجازات كبرى في المجال الاقتصادي على مستوى العالم العربي وحتى الإسلامي. الجائزة التي منحوني هي جائزة للمرأة العربية تثمن ما وصلت إليه وما تقوم به، وخصوصا في مجالات كانت فكرا على الرجال. واسمحوا لي أن أقدم أنا بدور هذه الجائزة إلى فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد محمد العبد العزيز الذي خطط ورسم سياسات اقتصادية واجتماعية في موريتانيا مكنت من وضع البلد على السكة الصحيحة نحو التقدم، وهو ما تمت الإشادة به من طرف عديد المنظمات الإقليمية والدولية. تعد هذه الجائزة اعترافا بالإنجازات الحاصلة في شتى المجالات التنموية بالبلاد، والتي من بينها النمو المطرد الذي شهده القطاع الزراعي الذي يحظى باهتمام خاص من قبل رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز. وقد تجلى هذا الاهتمام في رسم سياسات زراعية ناجعة ومتابعة دؤوبة لإعداد الخطط التنموية الطموحة التي تسهر الحكومة على تنفيذها من خلال برامج ومشاريع هيكلية، من أبرزها تلك المتعلقة بتعبئة الموارد المائية وزيادة المساحات المستصلحة والتنويع الزراعي والرفع من الإنتاج ومن تنافسيته، وما كان له الأثر الإيجابي في الرفع من المستوى المعيشي للسكان بصفة عامة وللمزارعين بصفة خاصة. إلى ولاية تقانت، حيث انطلق مشروع توسعة وتأهيل وعصرنة مدينة بيكا بهدف تخطيط المكان الجديد للمدينة وتأهيل أحيائها القديمة. تشرف على تنفيذ هذا المشروع الشركة الوطنية إسكان في إطار برنامج توسعة وعصرنة المدن في الداخل، وتناهز تكلفته الإجمالية 30 مليون أوقية جديدة على نفقة الدولة. هنا في بلدية بيكا التابعة لمقاطعة المجرية بولاية تقانت، تسلم الأمين العام لوزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي السيد إسحاق جقنا مفاتيح مدرسة مكتملة من المدير العام للشركة الوطنية إسكان السيد محمد محمود الجعفر، بعد أن استوفت المعايير المنصوصة عليها في دفتر الشروط لتساهم هذه المنشأة التربوية في الولوج إلى خدمة التعليم. هذه المدرسة لا شك سوف تساهم إسهاما فاعلا في أداء المؤسسة التربوية على مستوى المقاطعة المجرية بشكل عام، وخاصة مقاطعة تامورت بلدية تامورت نعاج. وانتهز الفرصة لأشكر السلطات العمومية وممثلة في وزارة الإسكان على هذه المنشأة التي حتما سوف يكون لها المردودية التربوية المهمة على مستوى البلدية.
بعد ذلك عاين الوفد عملية تهيئة القطع الأرضية التي تشرف عليها الشركة الوطنية إسكان. ودائما في إطار برنامج توسعة وعصرنة المدن في الداخل الذي تنفذه الشركة الوطنية إسكان كربي عمل منتدب، وضع الأمين العام حجر الأساس لمركز صحي من فئة ألف ومسجد يتسع لألف مصلي ومحضر، يتوقع أن تنتهي الأشغال في هذه المرافق بداية العام المقبل. مثمنين هذا الإنجاز الديني العظيم اللي هو مسجد توسعة مدينة بيكة، لأنه كانت فيه الغاية وهو وملحقات اللي معاه من دار الإمام ومن محضرة. شاكرين السلطات العليا للبلد على هذا الإنجاز الخير. الوفد وقف كذلك على عملية تمرير الشوارع وشق الطرق في بيكة القديمة. عملية قادت إلى اجتماع بلجنة الإشراف على المشروع بجميع مكوناته لتقديم نماذج من عمليات سحب قرعة التعويض للمتضررين. وفي نهاية الجولة التفقدية قال الأمين العام لوزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي السيد إسحاق ديغانا إن هذا اليوم مكن من الاطلاع ميدانيا على تقدم أعمال برنامج عصرنة مدينة نبيكة بتقانت، والتي تجري في ظروف وفق الخطط المرسومة لتمكن سكان هذه البلدية من الولوج إلى الخدمات التعليمية والصحية والحصول على أنماط عمرانية تعطي وجها حضاريا للمدينة. وهنا في نواكشوط نظم اتحاد العمال الموريتانيين الصباح أمس ورشة بمناسبة انطلاق مشروع دعم وتعزيز ولوج العمال ضحايا الظلم إلى محاكم الشغل. يهدف المشروع إلى دعم قدرات القادة النقابيين وتكوينهم حول الطرق القانونية في الدفاع عن العمال وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم. دعم وتعزيز ولوج العمال ضحايا الظلم إلى محاكم الشغل مساهمة من اتحاد العمال الموريتانيين في تكوين القيادات النقابية وتوعيتها حول أساسيات الدفاع القانوني عن العمال، وهو ما تعبر عنه هذه الورشة التي نظمت لهذه المناسبة. نجتمع اليوم إن شاء الله بمناسبة انطلاق مشروع دعم وتعزيز ولوج العمال ضحايا الظلم إلى محاكم الشغل بتمويل من الاتحاد الأوروبي الذي نشكره هنا جزيل الشكر. كما تعلمون فإن تكوين الكادر البشري والقدرة على المفاوضات يعد من أولويات اتحاد العمال الموريتانيين، إيمانا منه بأن تحقيق أي تقدم وتنمية يراد لها النجاح مرهون بتعزيز وتطوير العنصر البشري. وسيتابع المشاركون خلال هذه الورشة عروضا حول الحقوق والواجبات العمالية والأطر والنظم القانونية التي تسير العلاقة بين العامل والمشغل، كل ذلك بغية خلق جو تكاملي بين أطراف الإنتاج لضمان تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة لبلادنا. شهدت مدينة تشكشا أمس منافسات المرحلة النهائية من أولمبياد العلوم لنيل جائزة رئيس الجمهورية للعلوم التي تم تنظيمها على عموم التراب الوطني بمشاركة يزيد من 700 تلميذ من مختلف مناطق الوطن. وتهدف هذه الجائزة لاكتشاف وتشجيع المواهب في المجالات العلمية. 11 تلميذا من تلاميذ المرحلتين السابعة من الثانوية والرابعة من الإعدادية على مستوى ولاية تقانت يتنافسون بمدينة تشكجا في تصفيات الأولمبياد المؤهلة لنيل جائزة رئيس الجمهورية للعلوم. من بين هذه المجموعة يشارك تلميذ واحد في امتحان مادة الفيزياء، بينما يشارك 10 تلاميذ في امتحان مادة العلوم الطبيعية. السابقة كانت زينة إن شاء الله، المستوى لسيلة واضحة إن شاء الله. ما شاء الله الامتحان كان زين، ما بيشي إلا في البروغرام ما شاء الله. كان جيد الحمد لله، وكان المستوى الحمد لله، لا التوفيق إن شاء الله ونجاح للجميع إن شاء الله. إن شاء الله الامتحان زين وكان تقديمه زين ما شاء الله، وتو راجين توفيق للجميع. شاركين في الأولمبياد ما شاء الله الامتحان كان زين ما شاء الله، ولا وع ولا إن شاء الله التوفيق إن شاء الله تيجي تعود من ناجحين إن شاء الله. منافسات الأولمبياد جرت تحت إشراف الطاقم من الأساتذة والمفتشين، وقد تحدث بعضهم عن الظروف التي طبعت سير هذه الامتحانات. اليوم في نشاطنا الأخير من النشاطات اللي كنا نعدل في هاي الولاية، والإشراف على امتحان الأولمبياد العلوم، وفتنا عدلنا نشاط مسابق هو رالي
مواد علمية، الرياضيات والفيزياء والعلوم. يوم فيه امتحان أولمبياد العلوم والفيزياء والرياضيات، والمشاركين فيه يتنافسوا في هذا الامتحان. يصح شنو الشوط اللي بهم إن شاء الله فاز هي يفوز بجائزة رئيس الجمهورية، هي تقسم إن شاء الله عقب تصحيح الامتحان ومعرفة الناس اللي ناجح فوق. وقد جاء تنظيم امتحانات الأولمبياد بعد اكتمال المرحلة الجهوية من مناظرات رالي العلوم لنيل جائزة رئيس الجمهورية في مجال العلوم. احتضن المركز الثقافي المغربي بنواكشوط اختتام أسبوع اللغة الفرنسية والفرانكفونية. تضمنت تظاهر المنظمة بهذه المناسبة عدة فقرات من بينها عروض مسرحية وفلكلورية، إضافة إلى تكريم بعض الشخصيات الفاعلة في المجال. أماسٍ ثقافية وفلكلورية في أسبوع اللغة الفرنسية والفرانكوفونية في موريتانيا. صالة المركز الثقافي المغربي بنواكشوط عاشت أجواء هذه الأنشطة في وقت يسعى المنظمون لها إلى تثمين دور اللغة كأداة تواصل ومعرفة، والفرانكوفونية كثقافة في إطار إثراء الحراك المعرفي والتعليمي في البلد. رئيس الجمعية الموريتانية للفرانكفونية السيد أحمد الحمزة قال إن الجهود التي قيم بها في مجال حضور اللغة الفرنسية تجسدت في عدة جوانب، منها ما هو تعليمي وثقافي، مشيرا إلى أنهم يسعون إلى توسيع دائرة هذه الجهود وتنويع الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية لضمان الاستفادة مما تحمله اللغة الفرنسية من معارف وما توفره من انفتاح على ثقافات أخرى. وتميزت فعاليات اختتام أسبوع اللغة الفرنسية والفرانكفونية بتقديم عروض فلكلورية ومسرحية، إضافة إلى وصلات موسيقية، في وقت تم تكريم عدد من الفاعلين والناشطين في مجال دعم حضور الثقافة الفرانكفونية في بلادنا. إلى النشاط الحزبي، حيث نظم حزب التحالف الوطني الديمقراطي بمقاطعة تشنين في نواكشوط تظاهرة سياسية حضرها شمع من مناضلي ومناضلات الحزب. وقد شهدت التظاهر عدة مداخلات نوهت ببرنامج الحزب وأهدافه في مختلف المجالات، وتطرق المتدخلون للوضعية العامة للبلاد وضرورة المشاركة في كافة الاستحقاقات، مدركين أهمية المقترحات التي قدمها الحزب في مجال إصلاح التعليم وتوفير التأمين الصحي لكافة المواطنين. رئيس حزب التحالف الوطني السيد يعقوب النمين دعا جميع مناضلي حزبه للمشاركة الفعالة في الاستحقاقات المقبلة، متحدثا عن مشروع حزبه السياسي. ذكر هنا مناضلي مناضلات الحزب أن أمام استحقاقات انتخابية شهر أغسطس 2018 وبداية شهر سبتمبر، هذه استحقاقات حول المجالس البلدية والمجالس الجهوية اللي بدق عن الحوار الماضي وتجديد البرلمان. هذه الانتخابات لا تكون مفصلية، لأن تعتبر كل 10 سنين تعد شنقال إعادة توزيع الأوراق السياسية. لذلك مشاركة الجميع وحضور الجميع سيكون له أثر كبير في التعاطي السياسي البناء للبلد. ولاحظ جميع الأحزاب السياسية والطبقة السياسية بدأت الحملة التمهيدية للحملة السياسية المستقبلية، وبالتالي اختار الحزب يتهيئ الحملة السياسية شرسة، كل صوت فيها مهم، ياكي يثبت وجوده، ياكي مشروع السياسي يدافع عنه. إذا وصل للحكم تكون زينة، إذا ما وصل له بعد الأقل المشروع السياسي وصل جميع الفاعلين ياكي يطبق ياكي ينعم به الموريتاني. وباختصار المشروع السياسي في أرض نقاط مهمة تكلم عنها رئيس المبادرة الحسن المهندس الحسن الفاضل، هي قضية التعليم، هي دعم التعليم الجهوي بجميع ولايات موريتانيا، ياخذ في مستوى ولوج جميع الشعب الموريتاني للتعليم كتجارب نجحة شبه المنطقة. وفي النشاط الحزبي أيضا، نظم حزب الجيل الجديد في نواكشوط مهرجانا سياسيا لتحديد موقفه من الوضعية السياسية الحالية للبلاد. وأكد المتدخلون على أهمية الدور الذي لعبه حزب الجيل الجديد أثناء مشاركته في الحوار السياسي الماضي بين أحزاب الأغلبية الرئاسية وبعض أحزاب المعارضة، وثمنوا النتائج المنبثقة عنه. كما أكدت المداخلات على الدور الهام الذي يمكن أن يلعبه حزب الجيل الجديد في الساحة السياسية الوطنية، وخصوصا خلال الاستحقاقات الانتخابية القادمة. رئيس حزب الجيل الجديد السيد سيدي محمد المحمد وضح خلال المهرجان أهمية نتائج الحوار الوطني الأخير ودور حزبه في إنجاحه. شاكرينكم المناضلين اللي استجبتوا للدعوة اللي طلبكم الحزب
لأنه إحنا نعيش مرحلة حاسمة من تاريخ موريتانيا، ويا الله نقيم المرحلة اللي مضات ونعود مستعدين للمرحلة القادمة. ودعيناكم لهذا الحضور لأن عندنا نقاط مهمة لاهين نقولها لكم، وتعودوا مستلحين بها، ونعودوا إحنا ما اللي ذاك اللي قدمتونا من 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 وجهة نظر وكمعلومات وكمطالب وكمشاكل يعاني منها الشعب الموريتاني. ولاهين نقولوا في الإطار هون على حزب الجيل الجديد من الأحزاب اللي شاركت في أيام التشاورية 2015، وتم صابر يدور حوار شامل اللي نخلق الحوار 2016، وشاركنا فيه بقوة وعطينا وعطيتم توما كامل، وكنتم مناضلين ومسلحين وشاركتوا في ذاك المشروع اللي هو الحوار اللي يعدل بكل ما أتيتم من قوة، وقدمتوا فيه الأفكار النيرة لين خاض نتائج إيجابية. ذيك النتائج الإيجابية اللي احنا حالا على أبواب عتب تطبيق مخرجات الحوار الوطني الشامل. وذاك الحوار الوطني أهم شيء فيه من البنود ذاك التعديلات الدستورية اللي خلقت وإحنا شاركنا فيها وقمنا عدلنا فيها كلي الله يخلي. شان آخر، نظم مركز رواد للدراسات والترجمة والإعلام في نواكشوط ندوة تحت عنوان قوة دول الساحل الخمس، الفرص والتحديات. رئيس المركز دكتور محمد سعد نول الطالب أكد أهمية القوى الناعمة في تحقيق الأمن والاستقرار من خلال صياغة الأفكار والرؤى لمؤازرة الجهود في هذا المجال. فعاليات هذه الندوة تخللتها مداخلات من قبل مختصين في مجال الإعلام والأمن، تطرقت في مشملها إلى الحالة التي تعيشها دول الساحل الخمس والتحديات الأمنية الراهنة وما يتوفر من فرص لمواجهتها. احتضن المتحف الوطني ندوة تبيينية للأديب الراحل الشيخ المكين رحمه الله. حضر هذه الندوة التي نظمتها أكتر الإصلاح الأدبي عدد من المثقفين وقادة الرأي والشعراء. كتلة الإصلاح الأدبي خصصت ندوتها الشهرية هذه المرة للأديب الراحل الشيخ المكين رحمه الله، ضمن جهود تبذلها للتذكير بأدباء البلد وشرح إنتاجهم الأدبي. الندوة المنظمة تحت عنوان أدباء خالدون في الذاكرة، حضرها عدد من الأدباء والإعلاميين وقادة الرأي، فضلا عن بعض ذوي الأديب الشيخ المكين. لا نزال نبحر معكم في سجل الخالدين، فلنا وقفة هذه المرة مع اسم خلد ذكره في ذاكرة الإبداع. نحت من خياله صورا عانقت في جمالها جمال الأرض التي تربى بها. إنه الأديب الكبير الراحل الشيخ المكيون رحمه الله. الشيخ المكيون ذلك المبدع الذي لم يعترف بحدود للإبداع، فظل يكتب بريشته أيقونات من شعر تغنت به سهول ووديان ولاية البراكنة الجميلة، وصدحت بها كل حجرة في الوطن بعد ذلك. اللقاء كان فرصة للحديث عن حياة الأديب وما ميزها من غزارة في الإنتاج الأدبي الرفيع الذي طال العديد من الأغراض، وكان بحق مدرسة للأخلاق والمذل والقيم الفاضلة. هي نشرة تذكير بالعناوين. تقديرا للسياسة الزراعية لبلادنا، وزيرة الزراعة تتسلم بلندن جائزة الشخصية الاقتصادية العربية لسنة 2017. انطلاق مشروع توسعة وتأهيل وعصرنة مدينة بيكا ضمن برنامج توسعة وعصرنة المدن في الداخل. نواكشوط تحتضن ورشة لإطلاق مشروع دعم وتعزيز لوجه العمال ضحايا الظلم إلى محاكم الشؤون. تمام مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على كرم المتابعة. تحية من يوم فريق العمل، وتصبحون على خير. للقاء.